أن تكون محتلاً يعني أن تنتهك حرمتك ليس فقط حياً بل ميتاً أيضاً. رفات قدمت نفسها للتاريخ وسقت هذه الأرض بطولات فصارت شواهد القبور أرقاماً. مقابر الأرقام هي مقابر سرية أنشأتها إسرائيل لتحتجز فيها جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا في مراحل مختلفة خلال مقاومتهم للاحتلال، إلى جانب جثامين المتوفين من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. إسرائيل بطبيعة الحال باحتجازها لجثامين الشهداء لا تضرب فقط قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد قانون حقوق الإنسان فحسب، وإنما أيضا تضرب يعني بعرض الحائط الشريعة أو تضرب يعني الديانة إذا جاز التعبير. لا تكتفي إسرائيل باحتجازها للجثامين فحسب، بل يصل الأمر إلى سرقة أعضائهم واستخدامها لصالح الجهات العسكرية أو لغايات إجراء تجارب طبية. عمليا بتم سرقة أعضاء من هذه الجثامين واستخدامها يعني لغايات الجهات العسكرية الإسرائيلية، ممكن تكون كمان استخدامها لغايات تجارب طبية، فبالتالي هذا جميعها بتشكل مخالفة إنسانية واضحة لكافة الأعراف المواثيق الدولية. في 27 من آب أغسطس من العام 2008 أطلق مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين في محاولة لإعادة الاعتبار لكرامتهم ووقف العقاب الجماعي لعائلاتهم. هدف الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء هو إعادة الاعتبار الكرامة الإنسانية لشهداء تحتجز جثامينهم إسرائيل، العمل غير المسبوق في عالمنا في عصرنا، وتمكين عائلات هؤلاء الضحايا من أيضا من أبسط حقوقهم الإنسانية بتشييعهم ودفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية كبشر. استطاعت الحملة وبجهود سياسية ودبلوماسية وقانونية إخراج ملف جثامين الشهداء من عالم النسيان، فكانت عودة ميمونة من مقابر الأرقام إلى أحضان الضفة ل130 جثمانا، فيما تبقى 262 آخرين بانتظار أن يعانقوا الأرض بعد غيابهم عنها كل هذه السنوات. ما تسمى إسرائيل لا تكتفي بقتل الفلسطينيين وحسب، بل تتفنن في أساليب انتهاك حقوقهم أحياء أموات أمام ناظر المجتمع الدولي ووسط مطالبات بحقوق كفلتها كافة الشرائع السماوية. ديانا الخياط من مدينة رام الله.